السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنتكلم عن تصميم الدوائر الإلكترونية وازاي نصمم اي دايرة إلكترونية. عندنا مثلا لو واحد عايز يصمم جهاز او عنده بوردة جهاز بايظة وعايز يصمم بوردة بديلة ليها، فهنتكلم في الفيديو دوت عن التصميم من الصفر، ازاي ترسم الاسكيماتيك بتاعها والبي سي بي والطرق اللي هتصنع بيها البوردة والأماكن اللي هتصنع فيها. فأول حاجة هنتكلم عليها هي البرامج اللي احنا هنستخدمها في تصميم الدايرة دي. في برامج كتير بتستخدمها ممكن تصمم بيها، بس هي بتقسم البرامج دي بتقسم لنوعين: برامج ترسم سكيماتيك اللي هو كشكل الدايرة بس، وفي برامج بترسم بي سي بي اللي هو التصميم اللي هيترسم على البوردة. فلو خدنا البرامج الموجودة عندنا، برنامج زي برنامج بروتاس أو فرايتسينج أو إيجل أو ألتيام، وفي مالتزم وسيركت ويزارد، أكتر اتنين أنا شايفهم كويسين جدا اللي هو البروتاس لأنه سهل في الاستخدام وشغال في كتصميم سكيماتيك وبي سي بي، والسيركت ويزارد أنا شايفه كويس جدا، أحسن برنامج في ترسم بيه سكيماتيك وتعمل له سيميوليشن تشوف الدايرة شغالة قدامك. طبعا أفضل برنامج كتصميم بي سي بي هو ألتيوم، بس هو عيبه إن هو معقد شوية، بس لو فهمته هتطلع بيه تصميم كويس جدا. الأماكن اللي هنشتري منها الإلكترونيات اللي احنا هنركبها على البوردة بتشتريها من محلات الإلكترونيات، ودي المحلات الموجودة في القاهرة. ممكن توقف الفيديو وتشوف المكان قريب منك وتشتري من عنده، ولو انت من المنصورة دي المحلات اللي هناك برضو، ودي الموجودة في اسكندرية. طيب دلوقتي احنا قلنا افضل برنامجين عندنا هما برنامج بروتاس وسيركت ويزارد، تعالوا ما نعمل مقارنة بينهم كده في السيميليشن نشوف مين فيهم افضل. اول حاجة برنامج بروتاس، هناخد دايرة بسيطة جدا، هي عبارة عن ليد صغيرة وبطارية 9 فولت. تمام، ليد، وناخد بطارية أو دي سي فولت يعني 9 فولت. الطبيعي لو انت وصلت الليد صغيرة ديت على 9 فولت المفروض ان هي تتحرق، لان هي مستحملش 9 فولت، بس احنا لو عملنا لها سيميليشن على برنامج بروتوس هتشتغل مش هتعترض يعني. مرة تانية الليد اشتغلت عادي، نفس الدايرة دي بالظبط لو خدناها على برنامج سيركت وزر، نجيب بطارية 9 فولت ونجيب ليد، ونشغل الليد هتفرقع مننا. معنى كده ان السيميوليشن بتاعها اكيرت او ادق من البرنامج بروتوس ده. بتستخدمه بس عشان تشوف الدايره بتاعتك شغاله ولا لا، بتطلع الناتج الفعلي اللي انت عايزه ولا لا، سواء انت بتستخدمها تنور بيها حاجه او بتشق الدايره وظيفتها ايه، انت تجربها بس تشوفها شغاله هنا ولا لا. يبقى اول حاجه عندنا ان احنا هنجيب تصميم للدايرة اللي احنا عايزين نعمله مثلا من على النت او احنا نصممها بالظبط من نفسنا يعني، وليكن دايرة زي ديت من على النت، دايرة باور سبلاي، بس مش اي دايرة موجودة على النت صح. فانت عشان كده بتاخد الدايرة اللي موجودة على النت وتجربها عندك على برنامج سيميليشن تشوفها شغالة ولا لا. تعالوا ما ناخد دايرة الباور سبلاي ديت وننفذها على برنامج سيركت ويزارد ونشوف الناتج بتاعها هيبقى شغال وطلع لنا 5 فولت ولا لا. فأول حاجة عندنا هي داخل الكهرباء اللي هو 220 فولت اللي هما بتوع كهرباء الحيطة، فنجيب اي سي فولت 220، والفريكوانسي عندنا 50 هرتز. تاني حاجة احنا بنستخدم ترانسفورمر
ستيب داون عشان يقلل الفولت عن 220 اي سي لاي فولت مثلا 12 اي سي برضو، او اي فولت هو خارجه بتاعه اي سي برضو. اللي ما شافش الفيديو بتاع دايركت الباور سبلاي وشرحنا كل قطعة فيها، هتلاقوا الفيديو في حرف الاي اللي هيطلع في اخر الفيديو. بعد كده نجيب ترانسفورمر، بعد الترانسفورمر احنا عايزين نحول التيار الـ AC دوت لـ DC، فبنستخدم بريدج أو قنطرة توحيد عبارة عن 4 دايت بتحول الـ AC فولت لـ DC فولت. بعد كده بنستخدم كاباستور للتنعيم، كاباستور ليه بولاريتي وكاباستور ملوش بولاريتي. كاباستور ليه بولاريتي زي في الصورة كده اللي هو 470 مايكرو فاراد. وكاباستور سيراميك 100 نانو. وظيفة الكابستورات ديت بتعمل تنعيم للريبل أو النويز الموجودة في الفولت اللي خارج. بعد كده بنستخدم ريجليتور 7805 عشان يطلع لنا فولت 5 فولت بس، وأقصى تيار بيتحمله الريجليتور ده هو 1 أمبير. تمام، دي كده الدايرة عندنا. المفروض الخارج بعد كده يبقى 5 فولت. هنجيب مثلا افوميتر عشان نقيس الفولت اللي خارج عندنا. ونعمل تشغيل للدايرة، فنلاقي الفولت اللي خارج عندنا 5.48 فولت، يعني 5 فولت وشوية. عمر ما الفولت هيطلع 5 بالظبط، يعني لازم يبقى فيه شوية كسور كده. يعني انت ممكن تظبط الكسور ديت، بتظبط قيم المقاومات وتحط زينر دايت مثلا عشان يطلع لك 5 فولت بس. الفولت الزيادة دوت اللي هو الكسور ده ما بيأثرش قوي في الدايرة. بعد ما وصلنا الدايرة ديت على برنامج السيميليشن وجربنا، شفنا ان الدايرة ديت شغالة بالفعل وبتطلع الخارج اللي احنا عايزينه. احنا برضو محتاجين قبل ما ننفذها PCB ان احنا نتأكد ان هي شغالة على ارض الواقع وتطلع نفس الناتج، ان ما يبقاش في البرنامج ده فيه خطأ مثلا او النسخة اللي عندنا مش مظبوطة او كده. فبنجيب بريد بورد او بورد التجارب زي اللي في الصورة كده، وبننفذ عليها الدايرة عشان نتأكد ان هي شغالة وما فيهاش اي اخطاء. بعد كده احنا بنتحاول ان احنا ننفذها كPCB اللي هي التصميم النهائي اللي احنا هننفذه بقى، نحط البورده دي في جهاز او نستخدمها كمنتج تجاري او كده. البي سي بي ديت يعني عامله ازاي او وظيفتها ايه؟ البي سي بي دي وظيفتها ان هي تحول البورده البريد بورد اللي انت نفذتها، الدايره اللي انت عاملها بالشكل اللي فيه اسلاك كتير وحاجات ممكن تتفصل وتاثر على الدايره وتعمل نويز في الدايره، ان انت تنفذ الدايره دي كلها في بوردة ما فيهاش اي اسلاك ظاهرية ان هي تعمل نويز او كده، يبقى يستيبل اكتر ويبقى شكلها كمنتج انت تستخدمه ان انت تبيعه او تحطه في الجهاز او تستخدمه، ما يبقاش فيه، ما يبقاش عرضة لاعطال كتير. وتقدر عن طريق ان انت تشوف التراكات دي راحة فين او وصلة فين لو حصل اي عطل. طيب انواع البورد البي سي بي ديت في كذا طريقة للتصنيع. في تصنيع محلي انت ممكن تنفذه عندك في البيت عن طريق احماض وطباعة وكده، بس عيب التصنيع دوت ان هو التراكات اللي طالعة منه
مش بتبقى يعني سليمة 100%، بيحصل فيها تآكل نتيجة الأحماض اللي احنا مستخدمينها، بتاكل شوية من التراكات دي. لو انت عامل مثلا تراك 1 ملي، ممكن تلاقي التراك ده اختفى أو اتشال في الأحماض. الطريقة التانية إن أنت بتستخدم UV. UV ديت بنستخدم البوردة مع ورق اللي بنطبع عليه دوت، بيبقى بيتفاعل مع ضوء ال UV وبينزل لك الطباعة بتاعتك على البوردة كاملة. هو في ناس كتير شغالة بالنظام ده، والبوردة التصميم ده بيطلع مفيهوش أي أخطاء زي ما انت شايفين كده، وبيبقى أفضل. احنا بنستخدم في النظام ده لمبات UV في مكان مقفول. في ناس بتعملها في نظام بوكس كده زي ما انتم شايفين، دايرة تايمر وكذا لمبة UV يعني. الطريقة التالتة هي إن أنت تستخدم CNC أو نظام حفر زي شنيور كده، بيحفر التراكات اللي أنت عايزها ديت على البوردة النحاس وبيفرغها بحيث إن أنت تقدر تستخدمها. بعد كده أنت ممكن تستخدم إيه نظام الطباعة في الصين أو في المصانع في مصر أو برا مصر، إن هي تطلع لك جودة شبه اللي موجودة في الصورة ديت. دلوقتي تعالوا نصمم الدايرة اللي احنا نفذناها كسيميوليشن، ننفذها PCB على برنامج بروتس. دلوقتي هنشوف الحاجات اللي احنا محتاجينها في الدايرة ونحطها في الشاشة قدامنا عشان نعرف نستخدمها. أول حاجة احنا مدخل الترانسفورمر للدايرة. الترانسفورمر بيبقى برا PCB، فاحنا بنوصل الخارج بتاع الترانسفورمر للدايرة عن طريق روزيتا. فالروزيتا في البرنامج هنا اسمها تيرمينال بلوك، فاحنا عايزين اللي هي خانتين. بعد كده احنا خدنا خارج الترانسفورمر على بريدج، في اشكال كتير بيختلف الشكل للشكل عن طبعا للامبير اللي البريدج ده بيستحمله، وليكن احنا هنستخدم الشكل ده. بعد كده استخدمنا كاباستور 470 مايكرو. خمسة وعشرين فولت. بعد كده استخدمنا كاباستور 100 نانو. بعد كده استخدمنا 7805. بعد كده استخدمنا كاباستور 100 نانو. بعد كده بنضغط على العلامة الحمراء ديت اللي هي PCB لي اوت عشان يحولنا للجزء بتاع PCB. اول حاجة عندنا كانت التيرمينال بلوك او الروزيتا بتاعة الدخل. بعد كده احنا حطينا البريدج. بعد البريدج احنا استخدمنا كاباستور 470 واستخدمنا كاباستور 100 نانو. استخدمنا 7805 والكاباستور 100 نانو
الروزيتا او التيرمينال بلوك بتاعت الخارج اللي احنا هنستقبله بقى الخمسة فولت اللي في النهاية. اهم حاجة ان الخطين الخطوط الخضراء ديت ما تبقاش عاملة كروس مع بعض او متقاطعة علشان التوصيل تبقى سهلة. يعني لو جينا قربت شوية هنلاقي ان الكباستور اللي هو ال 470 مايكرو مع ال 100 نانو الخطوط الخضراء دي عاملة كروس، فاحنا ممكن نلف الكباستور بالشكل ده بحيث ان الخطوط ما تبقاش متقاطعة. تمام، تعالوا احنا ممكن عندنا حلين للتوصيل، يا اما تعمل البرنامج يعمل لك توصيل اوتوماتيك هو مع نفسه، بس دي ما بتبقاش كويسه جدا لانه ما بيعملش تراكات. لو انت عايز تراك عريض عشان يستحمل امبير عالي او عايز تراك بشكل معين هو ممكن ما يعرفش يوصله كويس، فالاحسن ان انت توصل مانيوال بايدك كده. فهنختار الشكل التراك دوت تراك مود ونختار السمك اللي احنا عايزينه. دلوقتي البوست بتاع البريدج هنلاقي ان هو بيقول لك ان هو واصل على الرجل ديت اللي هي البوست بتاع الكباستور، والنيجاتيف بتاع البريدج اللي واصل على النيجاتيف الرجل بتاع الكباستور اللي هو ال 100 نانو واللي هو 470. بعد كده احنا عندنا الدخل بتاع ال 7805 هو على البوستيف، والبوستيف بتاع ال 100 نانو على البوستيف. وانت بتوصل هتلاقيه عامل لك خطوط كده وأسهم ان الرجل دي واصلة بالرجل دي. الرجل اللي في النص بتاع 7805 جراوند، والخارج بتاعنا بيتاخد من على الرجل الأخيرة. فهنلاقي إن هو لو عملناه كده هيبقى فيه كروس، فاحنا ممكن نعمل حل إن أنت تلف التيرمينال ديت أو الروسيتا ديت هيبقى التوصيل بالشكل ده. نعمل اللي هو الحواف بتاعة البورد ايدج، ونرسم حواف البوردة عشان نعرف حجم البوردة بتاعتها. لو كنا عملنا العرض زي ال 3D الدايرة ده الشكل بتاعها، ودي التراكات اللي احنا وصلناها. طب دلوقتي لو عايزين نعمل استخراج الملف ده عشان نطبعه او ننزله على بورد بي سي بي نعمل ايه؟ اول حاجة هتروح للملف اللي هو تاني واحدة دي، تختار اكسبورت جرافيك، تختارها كبي دي اف. انت شغال على البوتوم لاير، انت هتطلع البوتوم لاير بس، وتسمي الملف اللي انت عايز تحفظه، تضغط اوكي. دي شكل التراكات اللي انت هتطبعها. الدايرة اللي احنا نفذناها ديت واي دايرة هننفذها بعد كده هتلاقيها موجودة تحت الفيديو، ممكن تحملها عشان لو عايز تعدل فيها او تشوف هي بتوصلها ازاي. في الفيديوهات الجاية هنحاول نصمم دوائر لأجهزة موجودة، يعني مثلا دايرة لكرسي الأسنان أو دايرة للميكروسكوب الإلكتروني أو أي حاجة من الأجهزة الموجودة، بحيث إن أنت ممكن تستخدمها في المجال بتاعنا.
لو عجبك الفيديو ممكن تضغط لايك وتكتب في الكومنتات لو عندك أي استفسار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.